يفرّي تكلّم مينستر دكتور أبي يامد بس بتوكّلش مكربيته جنتو كان الصوّتش قدّاوش مكاكل بقارات ركّتوش لا يمات كور يالله فايدام بميملكت ما برّر مستطاعشوي متوسّيون بتكلّم مينستر يتنسّواجن دم لهاجر كتّي نتنا لهزبوتش عبر نتوسّين سلمونو بارم ما ينفرستي يتاريخ ممبر نات مراماريو دكتور تادوغو ما ينّعّرالو عند لايسنون سنتبابر أنكارا نونالن رجيم منجد النجوازالن لا تولدم انترفالن أغراتشن انت أنكارا نارغالن اندت قتلم نادرغالن يميل اندمتايلو نغرنونا كازيان صار عندلاي عبران هونن سننور أغراتشن أنكارا تونالج نادرغالن هزباتشن يبالس غال مثلا أيو بوتاوش ميفت أرونا غروش انجد هزباتشن لا يامتاون تهزنو مايت تشالن سلازي سلام ينورال يتنكر اجر ينورال عند لاي سنون ببزو ملكو اغراچن تنكارا هنا ودفيت اندتغواز يردان ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ከቀኝ ግዛት ነጻ ለማድረግ ያደረጓቸው ተጋድሎን ጨምሮ በርካታ የጋራ ታሪኮች ቢኖራቸውም የፖለቲካ ፍላጎትን ለማሳካት የተሰበኩ የልዩነት ትርክቶች በህዝቦች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠርና አብሮ የመኖር እሴት እንዲሸረሸር በማድረግ ረገድ ያሳደረው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ተናግሯል። እንግዲህ ህዝብ እንዲጠራጠር በጎሪጥ እንዲታይ አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳሳ ከኔ አከባቢ ውጣ የማለት ነገሮች የአከባቢያዊነት ያነት ስሜቶች ህዝቡ ለዘመናት ያደረውን የአብሮነት ስሜት እንዲሸረሸር በማድረግ በህዝቦች መካከል ጥርጣሬ እንዲኖር በማድረግ ህዝቦች አብረው ተጋግዘው ተባብረው እንዳይሰሩ አድርጓቸዋልና ሰባአዊነትም እንዳይኖር በህዝቦች መካከል ሰባአዊነት እንዳይኖር የሞራሊቲ ሞራል ዲኬደንስም እንዲኖር ساو مورالاوي نغرو انديك انس بمادرق عاندو كاليلاوغا يمتساسب نغرو انديك انس بمادرق يتجاوتو مينا كفتانيانو مالا تجالا إثيوبيا يتلي أيو بهير بهير سبوچن نام نتكتايو چه منور بات هاگر مهونون بمگنزبنا عاندو يليلاون ما ننت ماكبر اندم مياس فرلگيان السور دوكتر رتا كالي يونت الليك عاند بمي عدرگو ترق توچ لاي ماتا كوري قبال بلوال نس عاند يادرگنو تغادلو اگراچن ببزو بوتاوش لاي مسوآت عدرگن اغراچن ياك اوينو نگروش لاي بحالاوي سيتوچا چل لاي إثيوبيا هزب اندى متاوكو بغارا عبرو شير عرغو منورن نو يلمدونا عندو ليلاون بمردادات يليلاون بماكبر يغارا ترقت اغرن ميغنبا زبوچا چلن عند ليارغ ميچل انا اغراچن تنكارا اغر اندتون ብዙ ሚጣቅሙን የጋራ ትርክቶች አሉንና በነዛ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ለአገር ጠቃሚ ነው ለአገር ቀጣይነት በጣም ይጠቅማል። ህዝቡም የልዩነት ትርክቶችን በመስበክ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚጥሩ አካላትን በቃችሁ ሊላቸው ይገባል ተብሏል። ህዝቡ መንቃት አለበት መጠየቅ አለበት ቆም ብሎ ህዝቡን እንደ ጋሻ ተጠቅመው ትርክታቸውን ህዝቡ ውስጥ አስርጸው ለራሳቸው አላማ ህዝቡንም ጭምር የጎዱበት ሁኔታ አለ። ለህዝቡም እኮ አይደርሱም ጥቃት ሲደርስባቸው ለዛ ህዝብ አይደርሱም። ከዚያ አንፃር ይሄ የውሸት ትርክትን ህዝብ መሃል በሚነዙበት ጊዜ ህዝቡ እንግዲህ ህዝባችን በባህሉ መሰረት ያቃል አንድን ህዝብ ከሌላ ህዝብ ጋር የማጣላት አዝማሚያ እንዳለው ተረድቶ ከነዚህ አካላት መራቅ ያስፈልጋል መሸሸጊያ መሆን የለበትም።